في صندوق عند أيمن، أنا خفيته عنده. صندوق أنت حطيته عند أيمن بس روحت لعنده؟ شوفي يو هالصندوق. إيه، وفي سحر قوي كتير كتير. حاطط سحر بقلبه عشان هيك مسحور أيمن؟ أخواتي وصل الكبير، إيه درع المليون، شوفوا محلاه ذهبي. أخواتي ما بعرف شو بدي أحكي معكم، فشكرا كتير، شكرا شكرا. أنا لهون وصلت كله توفيق من عند ربنا ثم محبتكم لإلي، وإن شاء الله مع بعض منجيب جوائز أكتر وأكتر. إذا أنتوا حابين تدعموني هيك بالقناة لازم تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيه، وكل فيديو بنزله لازم تفوت عليه دغري وتحضر الفيديو للآخر وتحط لايك، هيك أنت بتولع للقناة. وبرجع بقولكو شكرا كتير لإلكو. انا ما بدي اطول عليكم، خلينا نفوت دغري. السلام عليكم، شو لكم فيديو جديد. اذا انت اول مره تفوت على القناه اشترك وفعل جرس التنبيه وخلينا نوصل هذا الفيديو 100,000 لايك. ايه اخواتي بنقدر، كتير سهل بالنسبه لإلكو، كبسه اللايك ابدا ما بتكهرب. طيب اوكي، يلي ما حضر حلقه ايمن وتوم مع بعض بهداك الفيديو راح عليه كتير، فبتمنى تروح تحضر هذاك الفيديو بعدين تيجي لهون، لانه كله مرتبط مع بعض. مثل ما انتو شفتوا باخر فيديو انه توم راح لعند ايمن تيوبر وحاول انه يعمل له شيء، واليوم اللي بعده نزل ايمن تيوبر فيديو عنده وهو هيك زي اكنه مسحور او شيء. الصراحه انا انخوتت بس شفته بهاي الحاله عم يحكي زي اكنه حدا عم بنقله الكلام. المهم انا اليوم جاي لحتى اتصل على توم واقول له خلص شو بدك بايمن تيوبر، بعد عنه، واذا انت في سحر حاطه بعده او طلعه. انا ما راح اطول عليكم، خلينا دغري ادق له توم عشان نحل الموضوع لانه خلص زهقنا. الو توم اطلع يلا اطلع. الو توم اطلع يلا اطلع. توم اطلع خليني احكي معك. اطلع خليني احكي معك. اطلع خليني احكي معك. يلا يا توم بليز اطلع خلصني، نضل نقعد ناطرينك. يلا يا توم بليز اطلع خلصني، نضل نقعد ناطرينك. يا اخي المتابعين، المتابعين بدهم اياك، بدنا نحكي مع بعض، يلا اطلع. خد لك اللبد. توم توم بليز اطلع. توم توم بليز اطلع. توم توم بليز اطلع. توم توم بليز اطلع. شكله ما راح يطلع هلا هيدا. شو بدنا نحل؟ لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. يا خي اطلع. اطلع. ما بده يطلع. ما بده يطلع. رح اجرب اخر مرة. رح اجرب. يلا بليز يا توم اطلع. يلا بليز يا توم اطلع. يلا شو ناطر؟ يلا شو ناطر؟ خد لك ما بده يطلع هلا. طيب شو الحال؟ شو الحال اخواتي؟ شو الحال؟ ما بده يطلع. ايه. طلع. هلا توم كيفك؟ الحمد لله ماشي حالي، انت كيفك؟ اسمع انا اكرهك كتير كتير. خدلك. طب ليش تكرهني يا خي؟ ليش تكرهني؟ ليش تكرهني؟ اعطيني سبب بس انه لكرهك لإلي، وجهني، احكيني، فسر لي ليه؟ سبب انك انت من البداية فتت على حياتنا انا وانجيلا. علقت صوته. اها. طب اسمع، طب هذا كان طلب من المتابعين، طب اعطيني شو الحل لحتى تنحل الامور. كان طلب من المتابعين. خلاص فات الاوان، انا الحين ابغى اعذبك عن طريق اصحابك. يا خي ايش دخل ام اصحابي بالموضوع؟ عذبني الي، احكيني الي، شو دخل اصحابي؟ بتروح عند ايمن وتروح عند ليلي. ايمن انا ما اكرهه لكن عم عذبه عشان تنقهر عليه. عم تعذبه عشان انا انهر؟ طب عذبني الي، احكيني اني، شو دخل ايمن؟ شو دخل ايمن بالموضوع يا توم؟ وكمان عشان متابعين ومتابعينك ينقهروا عليه. كمان بدك تزعل متابعين كمان؟ ايش دخل ام المتابعين؟ شو دخلهم؟ احكيني اني. انا حكيت ايمن وتواصلت معاه والصراحه سحرته. هذا الشيء اللي كنت حاسه انا عن جد، انه انت اللي سحرته يا توم. ايه عملت له سحر. ها ها ها. ما انا عارف انه عامل سحر وهذا اللي حسيته انا، وعلى فكره معظم المتابعين حسوا هيك عشان اجوا قالوا لي. ايه اجوا قالوا لي صح.
شو سكت مبين؟ الكل بيعرف انه لما ايمن نزل فيديو ما كان على طبيعته. يا عيني عليك، ما عم اقول لك المتابعين اجوا لعندي وخبروني وقالوا لي انه ايمن ماله شيء، وانا صراحه ايه كان مسحور وانا سحرته. ليك اعطيني شو حل هذا السحر، اطلع من راسي بدي حل للسحر. خلاص ما راح اقول لك شو الحل. لا بدك تقول لي شو الحل عشان اعرف كيف نطلعه وكيف نحل المشكله. طيب خلص راح خبرك. ايوه هيك بدي اياك عشان نحل الموضوع. شو نضلنا هيك طول حياتنا؟ في صندوق عند ايمن انا خفيته عنده. صندوق انت حطيته عند ايمن بس رحت لعنده؟ شو فيه هالصندوق؟ ايه وفي سحر قوي كتير كتير. حاطط سحر بقلبه عشان هيك مسحور ايمن؟ اخواتي انا حاليا عم انتج الفيديو وصراحة حابب انه اضيف شغله. امبارح بالليل اتصل علي طوم وقعد يهددني ويقول لي ابعد ابعد عن ايمن تيوبر، لكن انا ما راح ارد عليه وان شاء الله راح تشوفوا بعد هذا الفيديو فيديو تاني عشان نظهر السحر من ايمن. ماشي خلص كملوا الفيديو. ايش حلها طيب هيدي القصه؟ خبرني. لازم هو يحرقه عشان ينفك السحر. اها اها يعني لازم هو ايمن تيوبر يروح يحرقه عشان ينفك السحر. وبتضحك كمان؟ بتضحك؟ انا رح اساعده، انا رح اساعده، خلص انحلت الامور. انا ما رح خليه يحرقه، لازم يتعذر كتير كتير. لا انا رح خبره ورح خليه يفك السحر عشان ما عادش يتعذب. انا حسيت جهودك رح تروح على الفاضي. لا 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 رح اروح اساعده انا. يلا سلام. سلام. اخواتي عن جد مش عارف شو بدي اعمل، يعني هلا اتصل على ايمن يوتيوبر هلا ولا لا، ما بعرف، يعني لازم اخبره عن الصندوق لانه الصراحه اذا ما راح حرق يلي بقلبه راح يضله مسحور طول حياته وراح يضله هيك يتهبل ويحكي كلمات زي اكنه حدا عم بيرقمه اياها، فنحن لازم نحل الموضوع ونخبره باسرع وقت عشان يروح للصندوق ويحرق يلي بقلبه. ايه اخواتي جد لازم انه نساعده. ايه صح انا شفت اخر حلقه كمان عند ايمن تيوبر لما قال انه توم بيكره اللايكات، كل ما حط لايك اذا انتم حطيتوا لايك هو بيزعل، فحطوا لايك لهذا الفيديو بلكي هيك اختفى توم من عنا. طيب اوكي طولت عليكم كتير، استنوني بالحلقه الجاي عشان احل الموضوع كله. خلص استنوني بالحلقه الجاي. يلا سلام.